السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل الشيت كفر. الشيت كفر ليه فايدتين. اول حاجه، لما اجي اطبع اللوحه ما تبقاش اول لوحه تظهر قدام الراجل، مثلا الدور الاولاني او السيف دروينج، لا تبقى ظاهره لوحه فيها صوره المشروع، فيها معلومات عن المشروع وهكذا. الامر الاخر، ان انا لو حبيت ان انا ابدا المشروع الاول، ما افتح الريفت الاقي لوحه تديني معلومات عن المشروع. طيب هبدا ازاي؟ هقول له هنا فايل واقول له انا عايز اعمل نيو تايتل بلوك، وابدا اختار المقاس اللي انا عايز اشتغل عليه، وليكن مثلا دوت اهو، وابدا بقى احط المعلومات اللي انا عايزها. يعني على سبيل المثال، مثلا ممكن تعمل انسيرت لصوره المشروع، تبدا تشوف صوره المشروع وتحطها صوره المالك، مش صوره الملك يعني تحط صوره فلان الفلاني، لا هتحط صوره الشركه اللي مالكه للمشروع، تمام؟ عشان ما تودناش في داهيه. طيب ممكن مثلا اقول له مثلا صورة أي مشروع، أنا عندي صور مشاريع كتيرة، بس إيه عشان ما نخشش في موضوع أو ملكية وحاجات زي كده، تمام؟ أحط مثلا وليكن الصورة ديت، تمام أهي، وتبدأ تصغرها على الناس اللي أنت عايزه، بحيث أول ما حد هيفتح المشروع أو يشوف الموضوع يلاقي صورة المشروع موجودة عندك هنا. ممكن بعد كده بقى تدخل في كرييت تقول له ايه تكست وتكتب اللي انت عايزه، او تقول له ليبل. ليبل هنا هتبدا بقى تقول له ايه، انا عايزك تحط لي اسم المشروع، البروجكت ادرس والبروجكت نيم والبروجكت نمبر. ممكن تحط الاثنين اهوت، بروجكت نيم والبروجكت نمبر ورا بعض، بس تعمل بريك، ده سطر وده في سطر. يبقى انا اول ما احط في قلب حماله في قلب المشروع هيكتب لي البروجكت نيم والبروجكت نمبر هنا. ممكن تحط مثلا كرييت وتقول له ليبل، او تكست تكتب اللي انت عايزه. ليبل هتبدا بقى تحدد مثلا انا عايز البروجكت ستاتس، الشيت نيم، شيت نمبر، اي معلومات انت عايز تضيفها. البروجكت ستاتس، تمام؟ ممكن تكتب تكست وممكن تخليه بالشكل دوت عباره عن ليبل. ليبل يعني هيقرا بارامتر معين من المشروع. ممكن بقى تحط صور معينة، تكتب أسامي معينة، تحط وصف للمشروع، تحط معلومات عن المشروع، يعني مثلا نسخة الريفت اللي بيشتغل عليه 2015 ولا 2017، كل المعلومات اللي أنت عايز تحطها تقدر تحطها هنا بالشكل دوت. تقدر تحط أي رسمة أنت عايزها، تكتب أي كلام أنت عايزه، بحيث إن لما أفتح يبقى فيه معلومات كافية عن المشروع. ممكن تحط صورة الشركة الاستشارية، شركة المقاولات، كل المعلومات اللي انت عايزها. وبعد كده بتقول له لود انتو بروجكت وتحمل في المشروع. هتيجي بعد كده تيجي هنا تقول له شيت، تقول له نيو شيت، وتختار الفاميلي اللي انت عاملها هتبقى بالشكل دوت، تمام؟ طيب البروجكت نيم والبروجكت نمبر تقدر تيجي وتكتب انت الكلمة اللي انت عايزها، او من قائمة مانج هتيجي هنا هتلاقي المعلومات بتاعت المشروع، بروجكت انفورميشن، هتقول له البروجكت نيم مثلا او اي اس او وهكذا، والبروجكت نمبر 313 مثلا، اوكي او بالشكل ده فتقدر تظهر معايا. ممكن بقى اجي هنا واقول له من مانج انا عايز الستارتنج فيو بتاعي، بتروح بقى مختار اسم الشيت اللي انت عامله اللي هو 104، تمام؟ بحيث لو انت قفلت الملف الريفت وفتحته تاني ده اللي يظهر قدام الناس، اللي هو الاول لوحه تظهر. تقدر تيجي هنا في اي لحظه تعمل ايديت فاميلي وتضيف كل صور الشركات، مثلا المقاولون العرب تروح حاطط الشعار بتاع المقاولون العرب، الشعار بتاع اوراسكوم، الشعار بتاع دار الهندسه، كل الشركات اللي شغاله تبدا تحطها، بحيث اول ما افتح الفيو الاقي كل المعلومات اللي انا محتاجها عن المشروع.